المصريين اللي في المهجر متعودين على الانتخابات، يعني جزء من ثقافة المصريين في المهجر هو الانتخابات، لأنه هو عايش في مجتمع يمارس هذا الحق طول الوقت. فتخيل أنه إحنا هنا المرة دي بنسأل المصريين في المهجر النصيحة التي يوجهونها لإخواتهم المصريين في الداخل، لأن إحنا في الداخل لم نشهد في حياتنا لأنه غير خمس انتخابات. خمس انتخابات: انتخابات 2005، انتخابات 2012، انتخابات 14، انتخابات 18، والانتخابات الحالية تبقى رقم 5. يعني ده اكيد احنا تقريبا كل سنة هنا في انتخابات، ما بين انتخابات المحليات، انتخابات الولاية، انتخابات الرئاسة، انتخابات الكونجرس، انتخابات السنت، فتقريبا كل سنة. وده الواحد يبقى فرحان وهو رايح، لان حاسس ان هو مهم. يعني اثبت لنفسك انك مهم، وروح وادي بصوتك وما تضيعش حقك اللي الدوله واللي الدستور كتبه لك علشان تبقى يعني ده حق جميل. ده شعور جميل جدا. يعني انا يعني شعور جميل جدا ان واحد يروح ويمسك يعني القلم ويدي بصوته ويبقى ماسك في فاهم الناس. الناس لازم تفهم ان ده حق، ده حاجه جميله جدا. ما تضيعش حقك، اوعى تضيع حقك. طبعا ده حقي في ان انا اقول رايي، اختار المرشح اللي انا شايفه، ده حقي. مش بس هقول دوري، مش هقول ده واجبي ناحيه بلدي، ده حقي ان انا اقول رايي وان رايي يبقى مسموع مسجل. يعني انا ادخل لا مش مسجل، ان انا هبقى عارف مين انتخب مين، لكن في النهايه انا ادليت بصوتي جوه الصندوق. انا قلت انا عايز فلان، انا قلت ان انا عايز فلان، ودي اهم حاجه في اي مشهد انتخابي. دي حاجه جميله، ظاهره جميله جدا عندنا هنا كمان في ال ان احنا يعني فرصه ان احنا اكنك بتزور مصر، اكنك بتزور وطنك لما بتدي صوتك، بتدي صوتك لوطنك. طبعا وده جزء من ارتباط المصريين في المهجر او المصريين في الخارج بالداخل المصري، ارتباط حقيقي بالوطن الام. يعني وطبعا يعني الواحد يعني ما يقدرش، الانجازات اللي اتعملت في الفتره الاخيره لازم الواحد كمان يشيد بيها. يعني الانجازات اللي حصلت في الدوله، ولازم ده صوتك ده هيأيد الانجازات دي ويقف ايد بايد مع الدوله المصريه. صحيح صحيح 100%. انا بشكرك جدا يا دكتور عبد المعز، كل الشكر ليك دكتور عبد المعز ليلى، رجل الاعمال ورئيس اتحاد الطلاب العرب بجامعه لونج ايلاند يونيفرسيتي، طبعا سابقا في وقت ان كان طالبا بالجامعه.